السلام عليكم، يا رب تكونوا كلكم جميعا بخير. النهاردة هعمل معاكم كشري المصري. دي من اشهر الحاجات بتاعتنا في مصر، من الاكلات المشهورة عندنا قوي في مصر، وحبيت اعملها لكم النهاردة لان انا عملتها بطريقة سهلة جدا وحبيت ان انتوا تجربوها معايا. عملت كل الكشري في حلة واحدة، ما احتجتش اوسخ حلال كتير ولا مواعين كتير، وطلع طعمه تحفة وطلع طعمه احلى من الجاهز بكتير جدا. يا رب ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوه ويعجبكم ان شاء الله، وتفضلوا تعملوه بنفس الطريقة. انا عندي هنا طبعا المكونات العادية للكشري اللي بنعمل بيها. عندي هنا كمية من البصل، دي اختيارية، انا استخدمت تقريبا 3 بصلات بيض كبار، قطعتهم حلقات بس قسمت الحلقة بالنص. عندي شعرية وعندي مكرونة وعندي نص كيس مكرونة سباكيتي، 2 كوباية من الطماطم، عندي 2 كوباية عدس غسلتها ونقعتها في مية سخنة، عندي 1.5 كوباية من الرز، عندي حمص، وعندي 1/4 كوباية خل. الحمص ده كان معلب وشلته من العلبة وغسلته كويس جدا عشان المواد الحافظة، وحطيته عشان استخدمه في الاخر. هنا البصل بتاعي حطيت عليه 2 معلقة كبار من الدقيق، وحطيت عليه 1 معلقة من النشا، وبدأت اقلبه كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. طبعا النشا مع الدقيق بتدي قرمشة للبصل وبتخليه يتحمر بسهولة. طبعا ما تستخدموا تحطوش الكمية كلها بتاعت البصل ديت مرة واحدة، انا عملتهم على 3 مرات الكمية اللي كانت عندي، وطلع زي ما انتم شايفين كده مقرمش وكريسبي وهيبقى حلو قوي. وجبت بحضر الصلصة دلوقتي، جبت 2 معلقة من الثوم، يعني تقريبا 5 أو 6 فصوص ثوم هرستهم، يعني عملتهم مفروم بالصورة الناعمة دي، وما خليتهمش يحمروا قوي، بس صفروا حاجة بسيطة في الزيت. وبعدين حطيت 2 كوباية من الطماطم، انا استخدمت الطماطم المتقطعة جاهزة لان ما كانش عندي كمية من الطماطم. وبعدين حطيت 2 معلقة كبار من الصلصة، وحطيت 1/4 كوباية من الخل، وقلبت كده زي ما انتم شايفين، بقلب كويس عشان يمتزج كله في بعضه. وهبدأ انزل بالبهارات، حطيت ملح وحطيت 2 معلقة صغيرة مليانة كمون، وحطيت 2 معلقة كزبرة ناشفة، وحطيت 1/2 معلقة من الشطة. طبعا الصلصة دي نفسها انا بس باخد منها كمية على جنب، وبزود الشطة بتاعتها عشان الناس اللي بيحبوا الشطة الزيادة على الكشري او بيحبوا الحاجات الاكتر سبايسي، لكن الحاجة اللي هتتحط على الكشري الصلصة الاساسية ما بخليهاش سبايسي قوي لانه في ناس ما بتقدرش تتحمل الشطة في الاكل. كده عندي حطيت كل البهارات بتاعتي، قلبت كويس جدا، وهبتدي انزل ب2 كوباية من المية السخنة عليه عشان يغلي. اول ما يغلي هوطي عليه النار واسيبه حوالي 5 دقايق على النار لحد ما الصلصة بتاعتي تتسبك معايا، وهتشوفوها القوام بتاعها عامل ازاي. بعمل القوام بتاعها لا هو خفيف ولا هو تقيل، بيبقى كده بتبقى طعمها احلى على الكشري وبتدي له نكهة حلوة قوي. كده الصلصة بتاعتي جاهزة معايا، هشيلها على جنب وابتدي احضر الحاجات التانية. هبتدي احضر الدقة بتاعت الكشري. الدقة دي عبارة عن توم، دي اختيارية طبعا، ممكن تعملوها الخطوة دي وممكن ما تعملوهاش، يعني في ناس بتحب الدقة وفي ناس لا. انا بحطيت هنا 2 معلقة من الثوم، برضو حوالي 4 فصوص من الثوم مهروسين، وحطيت 1/4 معلقة كمون، 1/4 معلقة كزبرة ناشفة، 2 معلقة خل. هنزل عليهم بكوباية مية سخنة، كوباية مية مغلية طبعا، برضو دي انت ممكن تعملوها اول ما الكشري يجهز عشان تبقى سخنة، ولو بتحبوها باردة برضو ممكن تجهزوها من قبلها في اثناء ما الكشري بيجهز. هبتدي اجهز بقى الكشري بتاعي. اول حاجة نزلت بالشعرية، حطيتها وهسيبها تحمر خالص، بس ما تتحرقش، يعني لون هيبقى احمر. وبعدين نزلت بكيس من المكرونة 400 جرام، وهنزل بعدها بالعدس. العدس ده 2 كوباية عدس غسلتها ونقعتها في مية سخنة لمدة ساعة. وبعدين نزلت ب1.5 كوباية من الرز المصري. الخطوة دي بقى مهمة جدا يا جماعة، انا هحط هنا طبعا التوابل الاول، حطيت ملح وحطيت كمون وحطيت كزبرة برضو ناشفة، حطيت 1/4 معلقة كمون 1/4 معلقة كزبرة ناشفة زي ما انتم شايفين كده. لازم التقليب كويس جدا في الخطوة دي عشان المكونات كلها تمتزج مع بعض. طبعا المكرونة الاسباجيتي ما ينفعش تحط في المرحلة اللي هي بتاعت التقليب، فبتحطوها على الوش.
وبتحطوا بعدين بتبدأوا تحطوا المية، بتغطي المكرونة بشوية صغيرين يعني زي ما انتوا شايفين كده، المقدار اللي انا حطيته من المية ده مقدار مناسب جدا يعني يدوب غطت وش الاسباجيتي. اول ما المية تتشرب بدأت اقلب الكشري بتاعي، مية اتشربت معايا بدأت اقلب الكشري، كنت سايباه على نار عالية، بدأت اقلبه وافك الاسباجيتي كده من بعضها. زي ما انتوا شايفين كده، وهوطي عليه النار خالص لمدة 20 دقيقة تقريبا، لحد ما خلاص يستوي تمام يعني. وهتشوفوه دلوقتي كل المكونات طبعا طلعت مستوية جدا ومفلفل وحلو، بس اهم حاجة تتبعوا الطريقة بالظبط عشان يديكوا النتيجة الكويس. مستوي وكل المكونات مستوية و مفلفل جدا وحلو جدا. ابتدي اقدمه في طبق التقديم بتاعي، انا حطيت طبعا طبق كبير عشان يكفي كذا شخص، الطبق ده ممكن يكفي 3 اشخاص بس طبعا عشان الناس بتحب الكشري فبتحتاج تكمل يعني. ف بدأت ارصه كده زي ما انتوا شايفين مفلفل جدا وطلع حلو جدا يعني. حطيت الرز في الاول اللي هو الخليط بتاع الكشري، الرز مع المكرونة مع العدس مع المكرونة الاسباجيتي، وحطيت الصلصة، حطيت شوية من الحمص على الوش، وبعدين بقيت الحمص احطه كده ازوق بيه في الجناب زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي احط البصل. انا بخلي على جنب تاني طبق من الصلصة عشان اللي عايز يزود، وقلت لكم ممكن تزودوا شطة فيه، وطبق من البصل بخليه على جنب عشان في ناس بتحب الحاجات دي زيادة في الكشري. زي ما انتوا شايفين كده طبق الكشري بتاعنا جاهز معانا، طبعا طلع حلو جدا واحلى من اي كشري بتشتروه من المحلات. يا رب تكون الطريقة عجبتكم، ويا رب تكون الوصفة سهلة عليكم. هسيب لكم المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف، ويا ريت تكتبوا لي الكومنتات بتاعتكم على الاكلة، ولو في اي وصفة محتاجينها، وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير.